في الاولمبيات او اول اولمبيات لعبتها كانت 84 لوس انجلوس. هي 84 في لوس انجلوس. ذكريات كتير معاها دي. هي كانت طبعا بالنسبه لنا حاجه حلم من الاحلام، لان وقتها كان على مستوى افريقيا كان بيتربع عليها تونس، منتخب تونس كان منتخب جامد جدا، وكان يعني ان احنا نكسبه كان تبقى يعني صعبه قوي. فاللي حصل ان احنا عملنا بطوله افريقيا 83 في شهر 12 كانت في بورسعيد، ده ايام الله يرحمه ناصف سليم طبعا. تمام. فاستضفنا البطوله ولعبناها في بورسعيد في الصاله المغطاه الصغيره بتاعتهم، وطبعا كميه الدعم من الجمهور والحماس اللي كان فينا قدرنا ان احنا نكسب الماتش 3-1 وتاهلنا للاولمبياد 84 في لوس انجلوس، وكانت بالنسبه لنا اول مره نشترك في اولمبياد. تمام. فاكر الجيل اللي كان معاك كابتن طبعا؟ طبعا فاكر التيم كده طبعا كلهم كباتن. يعني كباتن كلهم، محمود فرج طبعا كان كابتن المنتخب وكان هو المعد الاساسي، كابتن عصام السيد، كابتن ايهاب فخر الدين، كان كابتن وسيم الله يرحمه، كابتن شعبان خليفه، كابتن احمد زكريا، كابتن هشام رضوان، كابتن هشام الجمل، انا طبعا كنت معاهم، وكان كابتن العسقلاني. يعني طبعا كان كل واحد هو لوحده ده كان فريق حقيقي، يعني لما نوزن اللعيبه بتاعت زمان بلعيبه دلوقتي، لا كل واحد ده كان حكايه وروايه. يعني انا 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 اصريت اسال السؤال ده علشان يعني القيم الكبيره او القامات الكبيره اللي طبعا زي ما شايفينهم حضرتك كده معانا على الشاشه، نفكر الاجيال الموجوده بيهم طبعا دي اسامي. اسامي عمره حد هينساها طبعا، لان دول اللي عملوا بصمه جامده قوي في الكره الطايره في مصر وافريقيا، وهم اللي حطوا الكره الطائره على المستوى العالمي. يعني كان على ايامنا لما كنا بنلعب احنا في المنتخب كنا بنسافر كل شهر لنا سفريه في اوروبا. تمام. كان كل بطولات العالم مشتركين فيها، كاس العالم بنشترك فيه، الاولمبياد 84، وبعد كده حصل ان احنا اشتركنا في 3 اولمبياد. فلا ده كان جيل ذهبي طبعا.